بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم نجتمع اليوم في حب مصر، نجتمع اليوم لنؤكد أن شعب مصر شعبا عريقا أبيا كريما يعرف العهد ويصونه. شعب مصر يقول للعالم أجمع: نحن هنا اليوم، نحن هنا اليوم لنبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن هنا اليوم معا نبني حضارة مصر الحديثة. نحن هنا اليوم نفتخر أن زعيمنا وقواتنا المسلحة قد قضت على الإرهاب. نحن هنا اليوم نقول للعالم: نحن المصريين، نحن أبناء ثورة 30 يوليو، نحن الشعب المصري الذي عقد العزم على البناء والتنمية والرخاء. نقول للعالم ونقول لزعيمنا: أحببت شعبك فأحببناك، واليوم جئنا لنبادلك وفاء بوفاء وحبا بحب. هي رسالة قالوها لأبنائنا في كل الأعمار، مؤتمرات شعبية في مشارق مصر ومغاربها قالت كلمتها تأييدا للرئيس بالحب وبالإيمان وبالوطنية الصادقة. عاش الشعب المصري الأيام الماضية يقول كلمته ويحتفي بالنصر، يحتفي بالتنمية والبناء. قالوا للعالم في مصر في الداخل والخارج، قالوا للعالم في الخارج: أبناء مصر الأحرار، نحن هنا أمام سفارات مصر حول العالم، تحية إلى أبنائنا في الخارج الذين بعثوا بهذه الرسالة وقالوا للعالم: نحن أبناء مصر في الخارج. نحن اليوم نتحدث بكل فخر وبكل اعتزاز: نحن نبني مصر الحديثة. نحن مع من فكر وخطط ونفذ برنامجا طموحا يختلف في فلسفته وأرقامه عن كل ما فات من مصر، أرقاما قياسية جديدة. نتحدث مع العالم اليوم بلغة العصر، بلغة الأرقام القياسية الطموحة، بلغة الرقي والتحضر. فكم من مشروع رأيناه، مشروعات تجاوزت 11,000 مشروع قيمتها تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، رقم لم تعرفه مصر من قبل. فتحية لمن خطط ونفذ وأسال بمصر وأهلها. اليوم انتشر الأمن والأمانة في ربوع مصر. أمن مصر وأمنها كانت الصفقة، كانت الاتفاق على هدم الدولة. إذا ضاع الأمان وذهب أطياف الرياح، لكن قواتنا المسلحة وأبناء الشرطة البواسل قالوا كلمتهم: نحن هنا للأمن، نحن هنا ضد الإرهاب، نحن هنا ضد البلطجة. فكان أمن وأمان مصر، فكان الأمن والأمان، وانتشرت التنمية في ربوع مصر كلها، انتشرت برقي، انتشرت بتحضر، انتشرت بأرقام قياسية تعرف معنى الوقت وتكلفة الوقت، تعرف معنى القيمة المضافة. كيف نعظم إمكاناتنا، كيف نعظم عوائد إنتاجنا،
كيف نعود عوائد ثرواتنا تحت الأرض وفوق الأرض. فكانت مشروعاتنا العملاقة، كانت المشروعات التي تسير وتتكاثر كل يوم في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل محافظة، لنبني مدناً جديدة ومحافظات وعواصم محافظات جنب كل محافظة. كانت المدينة الإدارية الحديثة التي نتغنى بها، كانت المدينة العاصمة الاقتصادية الجديدة لنستفيد ونعظم موقع مصر الفريد حول العالم. إنه الفكر، إنه الفكر، إنه القرار. تحية لصانع القرار، تحية لمن وقف أمام العالم يصول ويقول، يصول ويقول ويعرف أقطاب العالم الحقيقة، يقف شامخاً جسوراً وراءه شعبه، وراءه ومن خلفه شعبه يؤازره ويؤيده ويقويه. فكانت كلمته أمام العالم في الأمم المتحدة، وسمعناها كلنا وعرفنا رئيسنا قال إيه، وهو في الصين في البريكس لما راح، وفي قلب أفريقيا وفي قلب الأمة العربية شفنا رئيساً شامخاً يتحدث عن مصر بدور جديد، بعظمة جديدة، باسم جديد هو مكانتها الطبيعية. تحية لهذا الرجل الذي قاد المسيرة بفكر رفيع المستوى، فكر جديد على المخططين، تجربة تدرس. العالم يفي يعرف ما معاني هذه التجربة، وأن القرار الذي اتخذته الإرادة المصرية ومعها قائدها ومعها جيشها في 30/6 وفي 3/7 غيرت مجرى التاريخ، غيرت مجرى التاريخ في الشرق الأوسط. وأنتم تعرفون ماذا كان يحاك بهذه الأمة، ماذا كان يخطط لإسقاط الدول، ماذا كان تدمير شعوبها وجيشها وشرطتها وأمنها وأمانها. لكن هيهات، هؤلاء هم المصريين، هؤلاء هم المصريين الذين قالوا كلمتهم أمام العالم وبنوا حضارتهم في الماضي واليوم يشيدونها في المستقبل. تحية لمن شارك من جموع الشعب، تحية إلى كل القادة في كل مكان وفي كل موقع إنتاج وفي كل شارع وفي الحقل وفي المصنع وفي المزرعة وفي كل مكان. هذه هي مصر، هذه هي مصر بعرقتها وتاريخها. لم يعرفوا أهل الشر ذلك، لم يعرفوا أهل الشر ذلك، وأرادوا انهيارها وأرادوا إسقاطها. ولكن هيهات، التاريخ يسجل بأحرف من نور كل من وقف شامخا وطنيا مخلصا وكل فخر وإعزاز. أقول لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، أنتم أديتم خير أمانة للوطن، أنتم أديتم واجبكم بكل شهامة وبكل جسور وبكل فخر واعتزاز. تحية إلى أبطالنا من القوات المسلحة، وتحية إلى شهدائنا من أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة الباسلة. نعيش ملحمة، ملحمة عظيمة، ملحمة الطموح، ملحمة الأحلام الكبيرة التي نبني منها أمة عظيمة سوف يعم الرخاء. وإذا كانت في الأربع سنوات الماضية كانت هناك تحديات انقسام كان من ورائها قرارات ربما مست محدود الدخل ومست الأسرة المصرية في دخلها وفي معيشتها، إلا أن الحصاد آت، الحصاد في الفترة القادمة آت، حيث تفجرت ينابيع الخير تحت الأرض، فتفجر الغاز في حقوق في مصر في أكثر من موقع وظهر على رأسها، وتفجر البترول في أكثر من موقع تبنته الشركات العالمية، وتفجرت الخيرات في الزراعة وفي الصناعة وفي السياحة، تفجرت الخيرات في كل مكان، الخير على قدوم الواردين. تحية لمن فجر ينابيع الخير وحفظ أمن مصر وأمانها، تحية إلى كل من ساهم بقول أو فعل أو عمل. إنها مصر
وأنا اليوم معكم فخور إن أنا مصري، فخور أن يراكم العالم اليوم وأنتم مجتمعون، وجئتم ربما من بلاد بعيدة، لجتم من القاهرة، ولكن كنتم حريصين أن تشاركوا وتبايعوا وتباركوا خطوات الزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي. الإخوة الحضور، رسالتكم واضحة اليوم، وقد اقتربنا من موعد أيام الوفاء، أيام الحب وأيام العطاء، أيام المصداقية، أيام الأمانة الوطنية. سوف نذهب إلى الصناديق في ملحمة تاريخية أكبر وأعظم من ملحمة التاريخ التي سجلها التاريخ في 30/6 وفي 3/7 وفي يوم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي. سوف نخرج لنقول كلمتنا، سوف نخرج ونختار زعيمنا ورئيسنا، مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ومؤمنين بخطى هذا الرجل ومصداقيته وأمانته، مؤمنين أننا شعبا غسورا، شعبا يستطيع أن يفعل، لا يقف أمامه مستحيل، شعب له فكره وله طموحه وله شهادات التاريخ تكتب. انزلوا لأداء واجبكم الدستوري، لست في حاجة أن أقول لكم هذا، فأنتم تعرفون جيدا واجبكم الوطني، ولكنني أقول لكم أن مشاركتكم هي داعمة للديمقراطية، أن مشاركتكم هي رصاصة في قلب كل عدو لهذا الوطن، هي رصاصة لهؤلاء الأعداء، أهل الشر، أهل الظلام، أهل الفتنة. لقد نصر الله سبحانه وتعالى عبده من المؤمنين في كل مكان، ونصركم وأنتم عبد الله، نصركم نصرا عزيزا مؤزرا، نصركم بأمن وأمان مصر. أقول لكم اليوم لقائنا 27 و 28 و 28 لنقول كلمتنا ونستخدم المسيرة مع قائدنا ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف نقول كما قالها اليوم السيد الرئيس: قريبا النصر على الأعداء، النصر على الخوارج، النصر في سيناء، سوف نطهرها من دنس الأشرار ومن دنس الإرهاب بإذن الله في القريب العاجل. هذه الشهادة وهذا آخر تصريح سمعناه من السيد الرئيس. تحية لكم جميعا، وتحية لكل مصري شارك، وتحية إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.